إلى ذلك، قدم أهالي قضاء سامراء التهاني والتبريكات للعراقيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الحكومة لإنشاء أماكن ترفيهية تستوعب العدد السكاني للقضاء ومكانة المدينة تاريخية. عيد أضحى مبارك على بلدنا العزيز وعلى مدينتنا الحبيبة مدينة سامراء. طبعا الكل يعلم بعد عام 2003 بأن مدينة سامراء هي أكثر مدينة تعاني في العراق كونها مدينة خالية من أي متنفس. اليوم في عام 2024 سامراء وخصوصيتها التاريخية والعسكرية وأيضا خصوصيتها الدينية خالية من أي مكان ترفيهي إلى الشباب والعوائل. خلال هذه السنين السنتين الفاتت لاحظنا أكو تحرك نوعا ما بسيط من الأهالي طبعا، أما الجهات الحكومية فتقصير جدا كبير. الأهالي قاموا ببعض المتنفسات الصغيرة على مستوى كوفي أو حديقة للشباب والعوائل وأصبحت عندنا حركة، أما من ناحية الجهات الحكومية فعتبنا كبير عليهم ونطالب من جميع السلطات وعلى رأسهم السلطة التنفيذية المتمثلة بالسيد رئيس الوزراء بالنظر إلى هذه المدينة كونها مدينة عريقة ومدينة مهمة ذات حضارة تاريخية وأيضا ذات خصوصية دينية. نهنئ الأمة الإسلامية والشعب العراقي ومدينة سامراء خاصة بحلول عيد أضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيد الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين. بمناسبة حلول العيد الأضحى المبارك نتقدم بأحرى التهاني وأطيب التبريكات إلى جميع أبناء الشعب العراقي وأبناء محافظتنا العريقة وأبناء هذه مدينتنا سامراء الحبيبة، ونرجو من الله أن يعيد علينا وعليكم بالصحة والسعادة وأن يجلب هذه العيد الفرح والسرور إلى قلوبكم وقلوب أحبابكم. نسأل الله أن يعم السلام والرخاء على أمتنا الإسلامية وعلى العالم أجمع. نهنئ العالم الإسلامي والعراقيين بعيد الأضحى المبارك، جعل الله هذا العيد إن شاء الله بداية خير على كل العراقيين وأمن وأمان وبداية خدمات وإعمار. المعروف أن سامراء تفتقر إلى الأماكن الترفيهية،